السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. اليوم قصتنا في واحد قرب التقاعد عنده، وصل عمره 60 سنة وتقاعد، وهذا عنده خير، عنده عقارات، عنده أسهم، وحتى راتب التقاعد كويس. المهم وصل عمره حول 65 سنة أو 67 سنة، بعدها قرر إنه قال ودي إني أوزع حلالي كله بين عيالي علشان أشوفهم مبسوطين قدامي، اللي تاجر واللي يبيع ويشتري وأشوفهم مبسوطين قدامي. يعني مكلم عيال قال أنا بوزع الورث الحلال عليكم عشان تستفيدون، اللي يبغى يشتري الأراضي، اللي يبغى يشتري البيت، اللي المهم باع العقارات اللي عنده، باع الأسهم، وزعها، صار عنده 3 أولاد و3 بنات. صار يلحق كل واحد من الرجال يلحق كل واحد منهم 900 ألف، والبنات النص. المهم وزع عليهم. الولد الكبير أخذ 900 ألف واشترى فيها أراضي ويبيع ويشتري. المهم واللي أصغر منه زيه صار يبيع ويشتري وأراضي يبيع ويشتري. اللي أصغر واحد الأخير شرى له سيارة وصار يسافر ويشتري أغراض له للبيت والبنات البنت الكبيرة أخذت فلوسها وشرت لزوجها سيارة وصارت تشتري لها أغراض، لها شنط وأغراض ماركات ويسافرون. الصغيرة شرت لها استراحة وصارت تأجرها. اللي أصغر منها كلمت زوجها قالت أبغاك تشتري لي استراحة، ودور استراحة ولقى استراحة وسجل استراحة باسمه هو. يوم درت هي قالت ليش سجلت استراحة باسمك؟ قال أنا زوجك وحنا واحد، سواء سجلتها باسمي ولا باسمك، وبعدين أنا عندي عيال منك وين بروح أنا يعني. المهم ما قالت لي شيء. أخذوا لهم فترة كذا قالوا بيسافرون يروحوا الجنوب، وجاها ألم في الطريق في راسها، صارت تحس بآلام في راسها حتى ما تتحمل تبكي. ودوها المستشفى صارت حتى اليدين عندها صعوبة تحركها، الرجلين صعوبة تحركها. المهم كشفوا عليها قال يمكن جاتها ضربة شمس، قال لا ما جاتها ضربة شمس، هي في السيارة. المهم قالوا لازم تشوفوا لها مستشفى ثاني. المهم أبوها در أبوها قال أنا بقى أشوف لها، لازم أشوف لها حل. صار أبوها هو اللي تابع الموضوع، خذها ودها الرياض، مستشفى بالرياض. قعدت يمكن شهرين، قعدت حول 20 يوم، حول 20 يوم ما استفادت هي من العلاج. المهم ودها مستشفى ثاني وقعدت يمكن حول 20 يوم أو 3 أسابيع كذا ما استفادت. المهم أبوها ذكروا له مستشفى في ألمانيا، قالوا هذا يمكن يعرفون حالتها وكذا، ورسل لهم التقارير وردوا عليه إن في علاج عندهم في المستشفى لبنتك. المهم عاد أبوها ما معه شيء، يعني ما معه إلا راتبه، وزع الورث كله، ما معه إلا راتبه وعندها استراحة يجمع فيها عياله. راح وكلم زوجها قال لنا نبغى نبيع الاستراحة ونعالج فيها بنتي. قال ليش؟ المهم قال ليش تبيع الاستراحة؟ استراحة ما مالك من شيء عندي، الاستراحة هذه لي. أنكر الاستراحة هذه لي، ما عندي شيء لكم. والمهم تزاعل مع أبوها وصار كلام بينه وبينه، قال أنا ما عاد خلاص، أنا أنتوا كل شوي ماخذين البنت تودونها من مستشفى لمستشفى وأنا تعبت، وبنتكم
أنا خلاص بطلقها وما أبيها وخلاص. قال عندك بنتين منها وكذا، قال حتى البنات ما أبيهم، خذوهم ما أبغى شيء منكم. المهم وطلق زوجته والبنات أخذهم جدهم. المهم الأبو ذا الحين قال وش أسوي، ما في إلا الاستراحة اللي عندي، أبغى أخذها وأبيعها. أخذها وباعها. المهم أخذ الاستراحة وباع، جابت له 500 ألف، أخذها وأخذ فلوسها وراح يعالجها في ألمانيا. المهم جلست شوي في ألمانيا، صار فيه تحسن بسيط يعني في إيديها في رجولها شوي. المهم ما في تحسن كثير يعني، طلعها اذكروا لها محل ثاني بعد في أمريكا، ما عاد بقالها إلا 250 ألف هذه. وراح فيها في أمريكا، وجلس فترة بعد في أمريكا وعالجها في مستشفى كبير هناك، ونفس الحكاية يعني، شيء بسيط، تحرك رجليها بسيط ويدها بسيط، عاد بقى عنده شيء بسيط، بقى عنده يعني مبلغ بسيط. وذكروا له في مصر مستشفى كويس، قال أبغى أوديها. راح كلم ولده الكبير، ولده الكبير تاجر يعني، عطاها الحقه من الورث وصار يبيع ويشتري وعنده خير. كلمه قال له ودي والله تعطيني، أبغى منك 100 ألف، أبغى أروح أعالجها في مصر. قال يا أبوي أنت لو مكلمني قبل كان قدرت أني أعطيك المبلغ، بس الحين أنا شريت لي أراضي توي شاريها ولا أقدر أروح أبيعها وأخسر فيها. قال كيف؟ وش أسوي طيب؟ قال كانك يا أبوي تبي تساعدها، عندك الجيب حقك، بيع سيارتك وعالجها. قال هذا مردك لي تقول لي بيع سيارتك؟ المفروض أنت تبادر بدون ما أكلمك أنا، أنت تبادر ترجع لأختك. المهم وطلع من بيت ولده وهو زعلان، وراح ذكر واحد من ربعه عنده خير وتاجر، كلمه قال يا فلان أنا عندي بنتي مريضة وأبغى أعالجها في مصر ومحتاج مبلغ. قال له كم المبلغ؟ عطني كم المبلغ بسرعة، كم المبلغ؟ وعطاه المبلغ، قال أبغى منك 100 ألف. قال خلاص. يقول ما أخذ يعني ما أخذ وقت يعني، بسرعة حول له على طول الحوالة 100 ألف، حول له وخذ البنت وداها مصر وعالجها وصارت أحسن، صارت تحرك إيديها وتحرك رجليها، لأن صاروا يشدون عليها بالعلاج الطبيعي مكثف، ولين صارت تحرك إيديها تحرك رجليها وصارت تتكلم. يعني شو أول كان عنده صعوبة حتى في الكلام، وصارت أحسن وتعالجت وجابها. وهذه قصتنا.